وفي نشرة سابقة وفي اتصال هاتفي أكد المهندس سيد بدر علوي مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أكد أن المشروع يتضمن 5 تقاطعات بإشارات ضوئية تخدم أهالي المنطقة. وإحنا في هذه اللحظة استطعنا إتمام ما يقارب من تقريبا 50% من المشروع في الاتجاهين، في حين أن في يعني شبكة تصريف مياه الأمطار ما زالت قيد التنفيذ، وكذلك شبكات الإنارة وأعمال الرأس في مواقع عدة. إحنا عندنا تقريبا بسبب أن المنطقة تعتبر يعني ذات كثافة سكانية عالية، كذلك على جانبي الطريق هناك العديد من المنشآت التجارية والطرق الموصلة إلى المناطق السكنية على جانبي هذا الشارع الحيوي، وبالتالي تحتم علينا من خلال مرحلة الدراسة والتخطيط والتصميم من تضمين المشروع إنشاء 5 تقاطعات بإشارات ضوئية.